سلمى وإلى مساحة جديدة من مساحات صباحنا غير، وهالمرة رح تكون مع الفن التشكيلي الذي يعبر من خلاله الفنان عن رسائله ومشاعره بطريقة تختلف كثيرا عن باقي الأشخاص. اليوم مساحتنا مع الفنان التشكيلي محمد طريفي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم بكل خير. يسعد صباحك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم هيك عم تطفي على صباحنا هي اللمسة الفنية الحلوة، ومثل ما شايفين باللوحات اللي موجودة مع حضرتك، يعني في التشكيلات اللي تعنى خلينا نقول بالشام القديمة موجودة وواضحة باللوحات الموجودة. خلينا نحكي شوي أكثر عن هاي اللمسة. بالعموم الفن التشكيلي السوري تأسس، يعني كان بدايته بالعشرينات واستمر بالمرحلة الثانية للأربعين، بعدين للخمسين، بعدين للسبعينات. كان بدايتها توفيق طارق هو الأسس المرحلة الأولى. المرحلة الأربعينات سعيد تحسين، محمود جلال المرحلة الأخيرة، حتى تأسس الفن التشكيلي السوري وصاروا يدرسوه أكاديميا. كان بدايتها بالسبعينات. طبعا أول معرض عملوه بتشكيل الرابطة التشكيلية السورية بكلية الحقوق، وبالخمسينات عملوا معرض جماعي، لكن كانت الانطلاقة بالسبعينات. هلا في ظل احنا الوقت اللي احنا فيه، الحرب اللي احنا فيه، كان سعيد تحسين بالسبعينات اثناء الانتداب الفرنسي على سوريا عمل لوحه فنيه تشكيليه حلوه بتضم اثناء الفرنسيين كيف ضربوا المجلس النيابي السوري. هلا هون بالوقت اللي احنا فيه لازم نكون موجودين لحتى نجسد ونحافظ على التراث، لان كانت انطلاقته محافظتنا على التراث السوري. اغلب الفنانين كانوا بالمرحله هاي انه طلعوا برا البلد، نحن اسف من الناس اللي طلعت، بالمفروض كنا نتم محافظين على الفن التشكيلي السوري ونحافظ على تراثنا. فكان اهتمامي انا بدمشق القديمه وهي من التراث السوري، فجسدت اغلب اللوحات بطريقه الرسم بالسكين، بحيث انه طريقه الرسم بالسكين. طبعا في جامعات ببغداد، جامعه بابل، اللي اهتمت بتدريس الرسم الزيتي بالسكين. فنحن اهتمينا بالاماكن الاساسيه او السياحيه او التراثيه، دمشق القديمه مثلا، الجامع الأمي، الأحياء القديمة، الأبواب السبع، في كثير مناطق دمشق وغير دمشق بحلب كمان. طبعا نقلوا الفن التشكيلي بالسابق من فرنسا لسوريا لحتى درسوه، لانه اغلبهم كانوا تاثروا بالفن الاوروبي والاساس الفن الفرنسي. نعم، يعني استاذ محمد هلا عم يمرق على الشاشه معنا بضع من لوحاتك اللي عم جسدت فيها مثل ما قلت الاماكن الاثريه. خلينا نحكي عن الطريقه اللي بتتبعها بالفن التشكيلي، يمكن كل فنان في شيء دائما بيستلهم منه لوحاته، خلينا نحكي عن المواضيع اللي بتقدر انت بتستلهم منها لوحاتك. هلا بالعموم كان الاثر الاول انه الطبيعه هي الملهم الاول لكل فنان لاستيحاء منها عمل فني، وترجمه الاحساس الخارجي من الطبيعه، او كان من الحجر من الخشب. فكان بدايه بالضيعه، يعني بالوادي والطبيعه كان لها اثر. فبعد المراحل المتقدمه اللي حبيه اعماله الفنيه او بمراحل حياته، كمان درسنا بالجامعه واخذنا، يعني درسنا بكليه الفنون، لكن كليه الفنون لا تعني انه تعلم، اذا ما كان الانسان موهوب ما بتعلمه. فاهتميت انا بنحكي بدمشق القديمه طبعا، والاسلوب اللي استخدمته هو الاسلوب الرسم بالسكين، طبعا مختلفه عن المدارس الثانيه، ما فينا نقول نحن هي مدرسه. بعض الجامعات فنا علمتها بالاسلوب السكين، لكن فيها احساسات مختلفه عن الريشه تماما. يعني هلا لما الواحد بيستخدم مثلا بشيل عصاره عم بيحط سكين، لما عم يستخدمها على اللوحه، لوحه فاضيه مثلا، عم تترك احساسات مختلفه، وخصيصا اذا بدنا نقول من دمشق القديمه الحجر، تعطي الاحساس الحجر تمام، او الخشب، او مثلا تقول اللي كان لها الدور الاول مثلا كصوره او بصمه، الياسمين الدمشقي مثلا او النار. فاهتمينا بهذا الموضوع وحاولنا حاولنا نعلمه لبعض بنقول الناشئين. كان مثلا مها النحاس تعمل دورات للناس اللي بده يكون مثلا تائهين بالشوارع بمركز ابو رماني، فحاولنا نعلمهم هذا الاسلوب. وطبعا في بتكي سليماني كمان اهتمينا فيها، وحاولنا انه بكل مكان نترك بصمه، يعني انه مثل اي اسلوب ثاني. فانا تاثرت بهذا الاسلوب وحاولت انه اهتم فيه وطوره اكثر. نعم، يعني استاذ محمد مثل ما حكيت التقنيه اللي تبعتها هي تقنيه خاصه بالرسم، ويمكن ما كثير شائعه، ولكن تاثيراتها واضحه مثل ما عم نشوف تشكيل لوني مختلف عند حضرتك. خلينا نحكي اليوم عن كمان المعارض اللي شاركت فيها، ان كان داخل سوريا وخارج سوريا. هلا بداية كان نحكي ما بنقول من اول الازمه، بنص الازمه تقريبا كان الدعوه الاولى كانت على لبنان،
فنحن عملنا هناك المنتدى في منطقة المتن الشمالي، في عملنا هيك ملتقى لمجموعة فنانين سوريين، حاولنا ننقل هاي الصورة للبنان وللعالم بشكل أجمع. فبعد فترة معينة عملنا بصالة جورج صليبا، عملت معرض طبعا منفرد في المتن الشمالي، والمعرض الثاني في صالة الفن العربي للمنتدى الفن اللبناني بلبنان كمان، طبعا الصالة لسامي مبارك. وفي صالات كثيره متعدده في دوس طبال، كمان حاولنا انه نعمل هالنقل النوعي من الفن او اسلوبنا نحن ننشره. هلا في مدارس كثير مثلا باوروبا في هون ما بيهتموا فيها الاغلبيه، فكل واحد عنده احساس بحاول يعني يعمل فكره جديده، فكان هذا الاسلوب مميز والحمد لله رب العالمين. يعني مثل ما قالت سلمى استاذ محمد، زينت اليوم عندنا الاستديو بلوحاتك المميزه، وكنا عم نحكي عن اللوحه تحت الهواء، هي اللوحه اللي وراي، خلينا نحكي عن الفكره اللي او اللي حبيت توصلها، الجهد اللي اخذته من حضرتك لحتى اتميتها. بالعموم نحن هون في ناس كانت ترسم دمشق قديمه واقعيه، فحاولنا هون نجرد من اللاواقعي، من الواقعي الى اللاواقعيه. وعملنا فيها باسلوب مثلا ضربات مميزه، يعني انه ترجمنا الاحساس الموجود بالدمشق القديمه الى عمل فني يتماشى او يتناسب كصوره، مثلا انه الحجر واضحه هون والحجر هون واضحه بسماكه، وهي السماكه كان لها اثر، وهي طبعا تقنيه لكل فنان تقنيه معينه، فانا حاولت بهي التقنيه هي نطور عملي وجسده بلوحه على مبدا الرولييف. يعني كمان عم نشوف خليني أقول رسائل متعددة بكل لوحة، هون حكينا عن الواقعي واللاواقعي، خلينا نحكي كمان عن الرسائل الثانية اللي بيتضمنها اللون بحد ذاته. يعني أنا اليوم حضرتك مختار هون ألوان غير الألوان الواقعية، يعني السماء شايفينها خضرة، ففي أكيد رسائل معينة عم تختارها بكل لوحة معينة وبكل لون بتحطه. طبعا هلا كل يوم مرينا في بهالازمه عم نحاول انه يعني الصوره اللي عم نشوفها بالواقع عم بيشوفها شخص مثلا بلون ناري، نحن عم نشوفها مثلا بلون في فرح في امل، الخضار دليل انه شو انه في خضار في الحياه فيها روح، فكل واحد كيف يشوف اللون. في ناس بترسم باللون، انا متاثر باللون الاسود والابيض كثير، بس ما بيعني انه الاسود والابيض يعني انه الرماد الموجود بالبلد، لا بالعكس، كمان هي من نوع من التراث، انه بالقديم ما كان في شيء ملون، كان اسود وابيض، لكن هلا مثلا كل لوحه لها بصمتها بكل يوم بكل لحظه بكل يعني بدنا نقول انه مثلا مكان كمان له بصمته. نعم، يعني كون حضرتك حكيت عن الحرب بسوريا، دائما الحرب تركت عند كل فنان اثر معين، خلينا نحكي عن اثر الحرب بسوريا، قدرت تجسدها بلوحات معينه، قدرت بفترات زمنيه معينه تخلدها باعمال فنيه تشكيليه؟ طبعا اذا نحن ما كنا بظل الازمه مع الازمه ونخليها يعني مثلا صوره خاليه بدنا نقول للاجيال الثانيه انه تشوف كيف كان واقعنا ونكون نحن موجودين، يعني كاشخاص مو انه والله نحمل مرسمنا ونطلع برا البلد، لا. هلا سعيد تحسين اهتم اثناء الانتداب الفرنسي، في لوحات كثير شاركت فيها، وطبعا كانت مقتنات من قبل وزاره الثقافه بمركز ابو رماني، طبعا رسمتها بالاسود وابيض عن الازمه السوريه، كيف يكون الشخص تفكيره يعني كراسم راس والجزء الاعلى من الراس المدينه مهدمه، انه تفكير هذا الشخص ببلده لحتى يبني ويعطي مثلا، وكانت من الجانب الايمن انه حمامه السلام دليل لسه في امل. فاغلب الاعمال الفنيه طبعا بظل الازمه رساله ثانيه للاشخاص اللي برا البلد انه يرجع لبلده. يعني مثل ما حكيت استاذ محمد، رسالة الامل هي رساله اليوم كل حدا من مكاننا يمكن قدر يوجهها بطريقه معينه. اللون هو كان خليني نقول الطاغي برسالة حضرتك، الأخضر هو الرمز اللي رمزت له بكثير من اللوحات، مثل ما شايفين بهي اللوحة الأخضر رسمت فيه طاقة، رسمت فيه عطاء. خلينا نحكي أكثر عن الشيء اللي عم نشوفه حاليا على الشاشة. طبعا اللون الأخضر هلا هون اللوحة داخل البيت العربي. نعم. بالعموم داخل البيت العربي الخضار واضح، هلا أغلب البيوت العربية تهدمت، فخلينا نحن هون إنه البيت العربي انه لسه في حياه، لسه في روح، شجره العطاء، في عطاء، يعني مو انه تهدم، لا، خلي الصوره عند الناس لسه موجوده وحيه مو معدومه. نعم تمام. كمان في اللوحه اللي موجوده جنبك، خلينا نحكي اكثر عنها ونعرف عن الرساله اللي حبيت توصلها من خلالها. هلا هي الصوره
عن نافذة دمشق القديمة، يعني مثل الأبواب الموجودة بدمشق، أنه لسه في نافذة سلام، في نافذة أمل، الورود الموجود فيها كمان عطاء ومحبة وأمل وإحساس بالواقع نحن فيه أنه موجود مو مهدأ. فهي نافذة مفتوحة لكل الناس، مو مسكرة أنه بس بوجه إنه اللي بده يقدم على بلدنا أو يطلع، مفتوحة لكل الناس. سلماني قديش حلو الطاقة اللي قد عم ناخدها من حكي الأستاذ محمد، يعني رغم كل شيء دائما الأمل موجود، هذا دائما بنحكي عنه يعني بأي مظهر من المظاهر وخصوصا بالفن، يمكن أكثر الأمور اللي بنقدر بنعبر من خلالها عن معاناتنا دائما في لمسة أمل، إذا بدنا نقول عم تحاول تجسدها بكل تفصيل. هلا بالعموم اللي ما عنده أمل ما عنده حياة. فنحن باللوحة مثل ما بيحارب مثلا المقاتل نقول بالسلاح، الكاتب بالشعر، نحن باللوحة، فتعتبر سلاح كمان. أكيد. يعني أستاذ محمد حضرتك لك معارض خاصة فيك فردية وإلك معارض شاركت فيها مشتركة، خلينا نحكي عن الاثنين وقديش كل تجربة بحد ذاتها بتختلف بين الشخص لما بيكون عم يعمل أو الفنان معارض خاصة فيه رسالة واحدة، وبين لما بيكون عم يتشارك مع فنانين تانين رسائل موحدة أو رسائل مختلفة. هلا بالعموم إذا كانت بالوقت الحالي المعرض الفردي حلو، لكن إذا كان جماعي دليل القوة والترابط كمان. يعني إحنا لما مثلا طلعنا على لبنان بحيث إنه ما يكون الواحد حاس حاله هزيل أو لا، عملنا معارض فردي طبعا بلبنان وبسوريا، وشاركنا بمشاركات بفن صحبة فن دمياط طبعا أنا عضو فيها، بس دائما الجماعة بتعطي قوة وبتعطي أمل وبتعطي روح بنفس اللحظة. يعني المعارض بدمشق كتير فنانين كتار، لكن المنفرد لحاله بتحس إن كان واحد يعني إنه في إحساس غير، أما إذا كان في جماعة كمان فيها قوة أكثر. دليل إنه مو كل الفنانين تركوا بلدهم وراحوا. طبعا احنا يعني اهتمينا مجموعه اشخاص بتشكيل جمعيه شمس سلام مثلا، سميناها اسم على الواقع اللي احنا فيه، وكانت رساله لكل الناس كمان. تمام. خلينا نحكي كمان عن المشاريع اللي عم بتكون، كنا عم نحكي بموضوع المعارض، خلينا نحكي عن مشاريعك المستقبليه، في معرض عم تحضر له سواء كان جماعي او فردي؟ هلا عم نحضر لمعرض بالشهر الثاني، ممكن اذا تيسرت بالسفر ممكن نروح، ما تيسرت بحد يكون مشاركة بالقاهرة. طبعا أنا ممثل مؤسسة عشتار بالعراق بسوريا، فكانت الدعوة من المؤسسة بالعراق للفنانين السوريين ولكل الفنانين العرب، فهي المرحلة إن شاء الله راح تكون بالشهر الثاني بإذن الله. يعني مهم جدا المشاركات طبعاً. مثل ما حكينا مو بس بتعطي قوة للفنان، هي تجربة بحد ذاتها. يعني اليوم انت عم تاخذ مو بس رأي الجمهور اللي هو الرأي اللي انت بتبحث عنه، عم تشوف رأي فنان آخر، يمكن عم تشوف من تجربته أو هو عم بيشوف من تجربتك، بيصير في هذا التناقش، بيصير في هذا الزخم بالأفكار بالمعلومات، يمكن حتى بيحفز عندك شيء بروحك أنك أنت تنافسه تعمل صورة تانية تشكل شيء. طبعا هلا هي تعتبر مثل النقد. يعني كان مثلا عبد العزيز علوان ناقد فنان تشكيل صورة مثلا، هلا لما ينقد بالماضي مثلا غير هلا غير الوقت اللي احنا فيه، فتبادل الآراء مع الفنانين والاحتكاك بيولد صورة جديدة. نعم. يعني مثل ما كنا عم نحكي خلال حديثنا، الفن دائما في رسالة، وفي هلا فنانين جداد عم بيكونوا أو طلاب بكلية الفنون الجميلة. من خبرتك بالحياة، من تجربتك، شو ممكن نحن نوصل لهدول الأشخاص يلي بعدهم يمكن ماسكين الدرب من أوله؟ هلا هن يعني بنقول ما بنحكي إنه إذا كان خلقت أثروا بالأزمة وكان إلها صورة، بس نحن نتمنى إنه دائما يحافظوا على تراث بلدهم لأنه هي هويتنا بالأخير. نعم. يعني للطلاب الجدد إنه ما يتأثروا بالأحداث كثير، إنما ينقلوا هاي الصورة ويحللوها على لوحة أو عمل فني. نعم. يعني شكرا كثير لوجودك معنا، شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى دائما رساله الفنان السوري اللي لمسناها من حضرتك اليوم اللي هي الخير والعطاء تضل موجوده. شكرا لك.